العنف في جميع الحالات مرفوض، هذه مسألة لا يمكن النقاش فيها، فما بالك العنف المسلط ضد الوالدين اللي احنا نسميه عقوق. اليوم مرأة بنتها تضرب فيها، ما هوش معقول وما يجيش وما قالش ربي ولا القانون ولا المجتمع ولا 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 ولا. أنا نستغرب صراحة في الوقت هذا نسمع في بنية دق تعطي في ترايح دق أمها بطريحة ولا تهينها ولا تسبها ولا تقول لها كلام مش به، أما توصل أنه تعطيها طريحة، هذا ما فهم حتى تبرير في الدنيا يسمح بهذا. في هذا السياق نستقبله مع بعضنا مدام جميلة. جميلة أهلا بيك لله، مرحبا، عسلامة عسلامة لله، مرحبا بيك، يعيشك، تفضل تفضل لله، مرحبا. هاي مدام، مرحبا بيك مدام جميلة. قداش عمرك لله لو تسمح؟ 61 سنة. 61، تبارك الله، مازلت صغير، تظهر صغيرة. الله يخليك. اي تبارك الله، مرحبا. عيشك ها؟ عيشك بابي، فضلك يرحم والديك. تشبه شوية هكا، جاني شبه شوية الأندرا غاندي. شوية الزعيمة أندرا غاندي، شوية. وجيراني يقولوا تشبه الوردة. الوردة شوية. شوية. مالا مغرومة بوردة ظهر فيك. موت على وردة. تغني لها؟ هاي أكذب عليك. اشتغني أحضن الأيام في يوم وليلة، في يوم وليلة. أي معاك مالا في يوم وليلة ونعاونك نستفتحوا بالغناء. والله القلب مجروح يا علي ورسك انت. اللطف عليك، يلطف بك ربي. هاي في يوم، في يوم وليلة، يوم وليلة ذقنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. تيرا را 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 را. يعطيكم الصحة. أنا وحبيبي حبيبي حبيبي ذوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة. تيرا را 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 را. قول ما شفته ولا قابلته، ياما شغلني خيفه، وفي يوم لقيته هو هو اللي كنت بتمنى اشوفه. نسيت الدنيا وجريت عليه، سبقني هو وفتح ايديه، لقينا روحنا على بحر الشوق، وبدينا نشرب نشرب ندوب، واليوم يفوتنا انسي دفوق. تحية كبيرة لك. ساعات لسه فاكر تدخل في عندي ما نقولك. ما هو سامي المرة اللي فاتت قال يا سكر لي البرنامج، أو باش نحل عليك البرنامج توا سي سامي الفهري توا. مرحبا بك. الله يخليك. أما السؤال المطروح، شكون هذا؟ والله ما غير ما فما حتى حد، ما أنا نحبها ونحب الأغاني الطربية ونحب أغاني اللي تمس العبد. أنت راجلك موجود؟ لا طلقته. طلقته، ما لاموش عليه هو. لا ما يستاهلش. اي مالا على شكون؟ والله هكيك انا نحب الفن، نموت على الفن من قبل. لا حتى نتعرفوا على حكايتك اكثر مباشره تشاهد معايا هذا التقرير. طب لم هي الحضن اللي نكبروا عنده، لم هي اللي تسهر الليل تكبر وتداوي، لم هي اللي ترعى وتحس على صغارها. جميله ام لاربعه صغار، زواجها كان مقدر له يوفى بالطلاق بسبب عنف رجلها وقسوته عليها. جميله تحملت على خطر اولادها لأنها تحرمت من أمها وتربيت عند بوها اللي كان قاسي عليها حسب كلامها. لكن للأسف تقول إنه أولادها من صلبها، كانت معاملتهم لها سيئة وهنوها عديد المرات وعنفوها وطردوها في عقبات الليالي. والليلة جات جميلة مكسورة الخاطر لعندي منقلك، مستدعية بنتها نجات تحب تفهم منها علاش تعامل فيها بكل هالقسوة رغم اللي هي ضحات على خاطرهم. أحكي لي الحكاية من الأول، قداش عندك صغيرات؟ ثلاث بنات وليد. هي بكرتي. هي بكرتي، قداش عمرها؟ قريب الأربعين هكي. ها أربعين بكرتي. هي
من الأول؟ من الأول وقت اللي كنت أنا محرصة بوها تعذبت، ذقت الدفلة، هربت من القطر وحل تحت المزيب، كنت مع عايشة مع مرت بابا في بالي خيطه هو، قلت هو يتيم وأنا يتيمه وأنا هو عزمين يا أخي، طلع هو زمان علي قاعد داروا عليك الزوز، هو قاعد يطلع سفاجيت واستاجيت وقراد وكل، وانا مكبل تقعيده وعمري ما وقفته في محكمه، عمري ما وقفته في مركز، نيكل في الضرب للولي وجهي يضرب ويدي ما يتشافوش. وقت بدا بوه حصرني في الصاله يضرب فيا، بعد طوا نفطمت نقول كيفاش تعدت علي البازه هذيك، يبدا خواتها يطلوا من البيت اللي بدا حصرني فيها باه يضرب، هو يقزع عليهم هكا وهم يهربوا يتجراوا الغادي يتبكوا ويعيطوا، هي تتعدى صغيره قبل ما تدخل المكتب تعدى الكوجين تسخن العشاء تعشى وبعد تدخل في الصالة اللي حصرني فيها بوها، بدا حط كرسي ويرتاح يضرب ويرتاح، تتعادل التلفزة تحط تشد الكوموند تبدل شنو يفعلش تتفرج، وبعد وين ترقد مالقري عندهم بيت وعندهم فرشات من يرقدوا، ترقد في بيت نومي أنا، بعد طلقت منه كل حد مشي على روحه عذبك قعدوا مع ياسر ياسر دونك طلقته خطر يضرب فيك وخلي البش مصروف عذبني. البنات كيفاش تربيوا الأولاد العائلة كل خذيتهم أنا خذيتهم أنت الحضانة الكل عندك أنت خذيتهم أنا قعدوا عندي لا إله إلا الله محمد رسول الله قل خم قولي. بعد وقت اللي طلقت أنا هي تقرأ في الثانوي في السانكيم في الرابعة الثانوي في الثالثة والرابعة والسانكيم، وقت السانكيم تقرأ بالفلوس خرجها ما عادش تقرا بالفلوس، قعدت تكيك في الدار، قال شنو باش دخلها للجيش وبالعاني ما يحبش تخدم باش ما تعاونيش تعطيني الفلوس. قعدت هكاك قعدنا مشوار شوار، بعد تعرفت على واحد خذيته. لا ريت تصديره لا ريت سوريه لا ريت حتى شيء. قداش عمرها وقتها؟ فما نكون 19 ولا 20 هكاك. جي خطبها. انت حضرت في العرس ولا خطبها برك؟ خطبها برك. ايه كيفاش عرست هكاك؟ هزت مشات كتب الزيق هكاك واحد واحد قلت لها شي مش معقول ما يجيش، قال باش نهزها نمشي ناخذ سيرفاتمون بصيف ديما يجي يقعد بحذايا وعلى عينيا كل، قلت في بالي متهنيه هكاك، هزها وقال باش ناخذ سيرفاتمون للسته تاع العشيه، نطل انا وبنتي في السير ونسكن في بلاصه خايبه، نستنى نستنى لا نهار ما رقدنيش لنا لا وليدي ما رقدنيش، نهار طلع وانا بعثت بنتي وقت برشو فخت خاطر هو بسيفتي يسكن في ما نجمش نستنى حتى تجي بنتي تعطي لي خبر اش فما، نخلط عليها انا نلقى صاحبه هو قال يقعد يقعد جميله قعدني في ماده، قلت اذا هم حاجه كبيره باش يقول لي شنو اللي صار شنو اللي فما، قال لي بنتك كتبت الزيق، قلت له علاش عملت عليه فرحت بالفرحه تاع الام انت ما حضرتش علاش هي ماخذه منك موقف؟ ما عندي حتى موقف صاحبي بيت صفا، اما انا مش موافقه على هذا الراجل، مش موافقه على الراجل مش متاعنا بصراحه ما نكذبش عليك. هي تو عرست ربي هنيها طلقه طلقه طلق نهار كي لبس كيك وعامل مشاكل تتعدى المراه يضرب التاكسي يضرب الراجل يضرب مستهتر 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 برشا، قلت له انا عندي مشاكل معناتها في حيت مصروفي ومشاكل بوك وكل شيء وكري وهكا وهكا، ما الطفله تزهي امها تزيد تجيب لها مشكل اخر هكا هاو هاي اللي خذيته ومشيت قعدت حبلت وجبت الطفله جبت بنيه اسمها الله يشيلها وقت الضيق بنيتي الله يخليها بها يجعلها من تقبل تربح هكا هاو عاقله تقرا كل تريميستا تجيب لي الشهاده كل تريميستا تجيب لي الشهاده تفرحني. وعلاقتك مع بنتك طيبه وقتها؟ لبس علينا ماليش نيه المشكل المشكل ولد امي مني طفل طفل في الحبس يجي يهزوه شكون طفل؟ ربوه الطفل في الحبس في الحبس قتل الروح قداش حكموا عليه؟ حكموا عليه بعشرين سنة يا رسول الله اي وتعرف تاع واحدة من عرش انا ديما رافيك في البرنامج ما تمنش بالسحر عليه هو موجود راهو لا انا قلت انا لا انا الشعوذة والواحد ما نمنش به السحر موجود في القرآن دونك نمن به تفهم فيها لكن الممارسه والطقوس والناس اللي تسحر عليهم ما نمنش بيهم. بعدنا عليهم، قد قمت قتل هز بنتك در راجلك. يعني دخلوا بينك وبين بنتك تقول. اي بنتي توا على حسب ما فهمت انا يعني قاعده تغزل فيا انا ومتعذبتني ومتقبح فيا ضربتني كيفاش ضربتك؟ تجيب لك الشهيد مش هكاك كيفاش ضربتك؟ انا ما جيت لهنايا على الا للطوب.
معناتها على الاخر هذه اخر شانس معاها، خاطر وقفتها عند الحاكم تقول لي في الكلام البذيء. كيفاش ضربتك؟ مشيت بحذاها في الدار، نقصي بعت بلالتي ذهب، بعت دوندونيت، عمي غادي يبعث لي في الفلوس يسلهم له بابا، معنا قايمه بيجي بيتي ما تصورش في البال مع اولادي مع بنتي وبنتها، نهز ونجيب في بنتها في تقرا، نهز ونجيب بالقدا، اخر ما تفى فلوسي تتقلب بحالي وطردني. اخي ما تفرقش، اش معناتها طردك من الدار؟ خرجني يا علي، كبشت عليا هكا وش تقول لك؟ اخرج توا من الدار، اخرج توا من الدار، خرجك طردك في الشارع المغرب برسك. وين تمشي؟ نمشي بحال حبيبي. فما بنيه طرد امها؟ رحمه بابك معناتها ام كيما رفيق انت توا هكا، معناتها تدزك وطردك من الدار وتقول لك برا اخرج وانت ما عندك حد. والله لا عندي حد، هي ما يعني فاميلتي اخواتي كل ميت، وما عندي حد، واحده من واحده اخت واحده. هذا انت اللي كبرت وربيت وشلت وعملت، خدمت المرسوق، خدمت الديار، خدمت المقازا، خدمت الروضه عليها هي. اي يا والله غريب في الدنيا، والله لا نصدق. ريت انا والدي علي صدقت، عشت يتيمة مع مرت بابا، ما نعرفش امي بابا كنت كنت تلفيتها هكا على امي بابا، مستحيلات بابا يقول لي جميله بنتي انا راضي عليك طول ميت ولا حي، امي كيف كيف من ندخل الدار حتى نخرج تشيحني المحطه دعها الخير عليا. طردتك؟ كيفاش ضربتك؟ ضربتني بالبلبانو وهزتني، تعرفني ظهري من حمل القروش، تحك تخض فيا هكا، تخض فيا وتكرشت فيا يديا، تحب تطيحني من الدروج غير ربي. وبنتها تتعيط وتبكي وتسيح بنتها الثانيه. علاه هي في حاله طبيعيه ولا مش طبيعيه؟ الناس الكل يقول بكش تحاربش بنت، نقول لهم ليه ناقمه مني كيفاش عطيت بنتها يا علي، وما حبوش يعطيوها بنتها حتى تراها ولا تشوفها باش تبرد نيرينها عليا. الطفل يكون عام جاي الباك الكبيره ولا العام اللي بعده، ما عرفتهاش من هاد اللي عطاتها، ما عرفتهاش. عاودت على حياتها هي من الاول وجديد؟ اي عاودت. عرست مره اخرى وصداها هي ورجلها؟ ميت هو وخلاها حبله بالطفل الثاني. يا رسول الله شنو هي العرقوب هذا اللطف؟ ساعات يقول لك عرقوب العبد. وانت وين عايشه كي طردتك؟ بعد مشيت كريت تو. كريت وحدك؟ انا وبنتي الصغيره الحق باهيه معايا الصغير، اما هي تكبر في خواتها توا. امي قالت تعليد ويتقبحوا فيا، علاش عملت لك بزريتك انا؟ لو كان هدرت بنتك يا بنتي امشي. اي امشي اشكي، امشي قابل الحاكم، امشي قابل الحاكم على بنتك، امشي اشكي، علاش شدتني انا بزريتك انا؟ اللحمه الباهيه اللي فيها هي، الحوطه الباهيه اللي هي. تعبتني على ولادي، تعبتني راني نبدا في المرشي نمشي، نبدا نتنهف تنهيد كبار. انت توا شنو هي مشكلتك معاها؟ انا توا جيت اكل لي ما 61 سنه ما عادش عندي عمر. نور ماما راهي هي تقول امي نربح منها دعاء الخير، نربح امي على الاقلش مازال لها من العمر، ما نخليش امي تغش عليا باش نلقاها في وليداتي. يعني تتسب وتطرد وتتضرب وتجي لليميسيون دخلتهم عندي بالدنيا يعني، وتجي لليميسيون دخلتهم عندك بالدنيا. حد كان هما ولادي اخواتي كل ميت، وكان انا برك قعدت وحدي. انت تحبها بنتك هذه؟ تحبها ما نحبهاش. انت المفروض هي تجي لهنا مش انت. فما عبد كره ولاده عليه، مش حابه تفهمني. تقول انت تصور تنش بنتها تقول لي بنتها تعمل لي كنت تقبل تموت عليا كنت متعاركه انا وامي. انا وامها تقول لي انت ماما تحب تطرد ميمه، انت تحب تطرد ميمه. وصلت تقول لها قول ما ديجاج، قول ميمه ديجاج. اي تقول لي ديجاج. وانت وين عايشه؟ قلت لي مع بنتك ساكنه وحدك. قداش لك ما ريتهاش بنتك هذه؟ فما فتره قصيره. اما تقول هات تنقذها من توا خير مني. هي اسمع، هي مش فاهمه شيء. هي راي مدام تعمل معاك هكا مش عارفه قيمه الام. كيف تفهم عبد ما يعرفش قيمه الام؟ فاقد الشيء لا يعطيه. بوها مقبل ما تعرفش معناتها رضيت الوالدين. علي سامحني في كلمه، بوها مقبل يقولوا الام ميته ما يعرفهاش. أمه ماتت هو خليته صغير حتى المكتب ما دخلتش، على حسب يحكي وقلنا راه التلميح نتاعها في ظهرها من تيلي. كي نقولوا له يا محمود بربك الحاجه اعطيني باش نشري ولا شرينا حاجه، قعد عليها بالخاي. على شكون؟ على امه. على امه. كيفاش تنتظر انت حاجه بيها من ولاده؟ كيفاه؟ لا مش بشرطه، ما تعطيش ليكزومبل هذايا خاطر القياس فيه صعيب شويه، ينجم يكون صحيح ينجم يكون غلط.
يا اما ناس ما عندهمش ام وما يعرفوش اماتهم، ولا ينجموا يكونوا اماتهم عملوا فيهم، لكن يبث الولده مشاعر الامومه كام تلقاها. بس راح ساعد كل لك، ربما انا مثل العبد عمل الشر مع والديه بشوي ولده والدي كيف انا ما عملتش الشر، ترى مرت بابا عملت فيا الشر وش منطر، تشدني من شعري تحطني لوطه في القاع وركبتها في الهنا والقرص في فخاذي، قال اش بك تعبي في الحليب بالمالين وخويا تعطينا البيت ولا حاجه، وعمر ما اذيتها، توصي بنتها تقوم تغسل الصابون لما حتى نجيب جميل تغسلهم لك ظهري مكبوب من السته حتى للسته طلع شيء نغسل، وكلمه قوي ما سمعش من فمي. ما فهمتش الحرقة اللي عندك هذه كلها علاش؟ من ولادي، من ولادي. يعني تعديت من مرت بو قاسية راجل أقصى، ها؟ لبنات من أقصى الأقصى. يا أخي شو عملت في دنيتك أنت؟ والله ذكر غريبة. شو عملت؟ عملت حاجات خايبة؟ مستحيل، جيراني وحبابي صحابي موتوا عليا ونعطيك تليفونات وكلموا شنية جميلة، ما فماش حمص كان دخلوش العباد هذم بينكم؟ قولي لي بعديهم يعرفوهم وحكيوا معاهم ابعديهم، انا نزعين فرد مره نبدا في الشارع نتنهد داك القهر. انت جبت اولاد ما جبتش اولاد؟ جبت ولاد. وين ساكن معاهم هما في دارهم؟ قداش عمر؟ 33 سنه. ساكن مع شكون؟ ساكن مع شكون؟ ما ابوهم مات، قعدوا في دارهم طاو. شو ابوهم مات؟ خذاو ضربوهم قاع ساكتين في ساكنين في ضربوهم. شكون اللي خذاو؟ لوليدي ينيس ونجيت ومحامي. انا جايبه 3 ايه ما يدخلوش ما ينجموش يكلموا بنتك يا ولدي درش عملت لهم جايين من طرفها هي. داروا عليك ساره؟ معناتها ولادك كل داروا عليك، هذا اللي فهمته. اسمعني جميله، هذه الفيرسيون صحيحه ولا جميله؟ ورا سكنتي ما تغلطنيش. لا 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 مستحيل، مش نغلط ما غلطتكش، مش نغلط فيك. داروا عليك اولادك كلهم؟ من جيك كان بنيه صغيره. صغيره معايا بنيتي، الله يشيلها وقت الضيق الله يشفيها. وكيفاش عايشه؟ تخدم انت؟ نخدم في الماده تاع بابا. الماده تاع ابوك؟ سيبتي مطلق. تاخو فيها انت؟ عندك اخواتك اخرين؟ لا لا انا برك انت الوحيده. وهذيك اللي تعيش هذيك؟ الحمد لله. قداش الماده؟ 300. شوش تعيش 300؟ شوش تعيش؟ شوش نعمل وليدي؟ والبنية تخدم ولا تقرأ؟ لا في الدار. في الدار؟ مريضة هي. المفروض هم خذاوا داربوهم، سامحني، انت المفروض في وسطهم وعايشة، انت راك أميرة في وسطهم، راك ملكة. جميلة، انت علاش جيتني اليوم؟ على اللي جيت تحبها تتهدى تخاف ربي. معناتها هي ابنة عاقة وانت جاي باش تهديها لهنا قدام الناس وتخاف ربي؟ تخاف ربي وترضى عليك. وترضى عليك وما لها الا انت الا امها. ملي الا امها دعوة من دعوتي تهزها، دعوة من دعوتي تهبط. والله الدنيا تقلبت يا جماعة، والله قسما بالله العظيم الدنيا تقلبت. حاجة على انا المفروض البنية غلطت راهي هي لهنا وتقول انا ضربت امي وسبيت امي وراهي تبكي وتنوح وتقول يا امي سامحني، يا امي راي ابواب الجنه تحت قدميك. اي بابا اي باهي. شو اسمها البنايه؟ نجيت. الليله نجيت تكون موجوده بحذايا في برنامج عندي. الله يخليك طول عمرك. مدام جميله جات البرنامج عندي، ما نقول لك بنايه عاقه هكا نقولوا، عايقه والديها، عايقه امها، تضرب تسب تضطر تعمل 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 تعمل. قبليك قلت كنت ننتظر انه البنيه تكون موجوده بحذايا لهنا وتطلب السماح من امها، مش الام جايه تقرق، احنا نقولوا تقرق هكا تتشحت وتقرق باش بجاه ربي يا بنتي راني ما نحبكش، معناتها ما نحبش مانيش راضي عليك، هذا هو معناتها راني نحب وتحب تكون مع بنتها وتعيش مع بنتها. والله اغرب من الخيال، انا قلت قبيليك الدنيا تقلبت. يا اخي صار في الدنيا؟ الدنيا تقلبت بالمقلوب وليت برا. خليني نكمل نشوف هالمقلوب هذا شنيه، وين يرسي، وين بالضبط. نمشي مباشره الى الاستوديو الفرع الثاني مع زميله ريهام بن عليا. مساء الخير ريهام. مرحبا بك. مرحبا بك لاله. يا سيدي المقلوبه ورسا عندي. اي به هنا الليله معايا مدام نجيت. مرحبا بك مدام. عندك فكره شكون نجم كنت استدعاك الليله؟ عندي حتى فكره. شبيك خايف؟ عامله ما غير ما نزيد عليك كيت هو يعبر على كل شيء. خليك تعبت مع زميل حاتم وغادي كتعرف شكون استدعاك الليلة.
اهلا بيك نجم للا. مرحبا بك. تفضل هنايا. مرحبا بك. قداش عمرك؟ 39 سنة. باهي متوا هلاس خلي كلاز وعلي صوتك شويه وما نحبكش ترعش. لا 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 فما حد شي يخوف. عندكش فكره شكون ينجم يكون استدعاك الليله في برنامج عندي؟ ما نقول لك لا. نعطيك بعض المؤشرات. نعطيك المؤشر رقم واحد. طب يا مدام نجيت، الجديد حبه والقديم تفرط فيه، اللي ما تبغيه صدو وارجع الخير اللي فيه. جديد حبه وما تفرطش فيه والباقي هيك سمعته. عندكش فكرة المثل هذا قرب لكش؟ نمشي إلى المؤشر رقم اثنين. طب جيت البير اللي أشرب منه ما تنميش فيه الأحجار واللي تحبط عاشر وما تطيحش معاه الأقدار. البير اللي تشرب منه ما تحطش فيه الأحجار واللي تحبط عاشره عمرك ما تطيح معاه الأقدار. قربوا لكش زوز أمثلة هذوما؟ ما قربوا لكش؟ متأكد لي ما قربوا لكش؟ شوف معايا شكون اللي استدعاك الليلة في برنامج عندي ما نقول لك. يا كزرت لها ولا دورت وجهك وضحكت المره الاولى؟ تصورت شيء. شكون كنت تصور؟ تصورتها بنتي. بنتك؟ وعلى شيء ساعة. امي. وعلاش زعما استدعاتك امك لهنا البرنامج عندي ما نقول لك؟ أنا مشكل بين بعض. فما بنية عندها مشكلة مع أمها؟ أنا ما عنديش معها مشكلة. أنا مش نحكي لك الحكاية كيما حكيتها لي هي وقل لي شنو الصحيح فيها وشنو الغلط. جاتني مدام جميلة قالت لي بنتي تضرب فيا، تسب فيا، تهيم فيا. الملخص دورت عليا العائلة الكل ووصلت رماتني في الشارع في الليل، رصات لي من بلاصة لبلاصة، طردتني، عملت فيا شر العمايل. مستحيل الكلام هذا كان صار. هذه جاب شهريتها، يعني تنجم اي بلاصة تمشي تكري وتعيش. ما نحكيش على شهريتها. اي نحكي لك يعني تنجم تعيش. لا يا نجم يا نجم مانيش نحكي على تعيش ولا ما تعيشش. يعني حكاية فارغة، صدقني حكاية فارغة مع امي، حكاية فارغة. مستحسن بعد على بعضنا خير. دونك فما مشكلة. فما مشكلة. ضربتها ولا ما ضربتهاش؟ مستحيل. دزيتها ولا ما دزيتهاش؟ دزيتها. تي ضربتها؟ شنو دزيتها؟ اي دزيتها. انت تدز امك اللي جابتك؟ اي انا ضربتني. انا مريضة. انا مرأة مريضة. اللي تعبت عليك مريضة. سامحني سي علي، انا مرأة مريضة في داري. ستريسي ديما نشرب في الدواء حرب باش نتاع راس. فهمتني؟ انت مريضة. مريضة. انت عندك. مش ليه مش يعني مريضة. لا لا. حرب نتاع راس. جاتني راسي نشرب الحرابش. كنقول لك مريضه مش حاجه خايبه راه معناتها اللي انت مخك مش عليك. لا تنجم تكون بسيشيكمو ماكش مرتاحه، تاخذ في دي تريتمون، تنجم تكون عندك ما نعرفش اي حاجه معناتها. شو صحيح؟ بي انت تقول مش صحيحه. فما ربي تاخذ من الحمله. خليها هي عندها ما تقول لك. اي آه جميله تفضل. قلت لي جيب لي بنتي. هاي بنتك. انا كسكنت معاك ما طردتينيش من الدار. علاش؟ ما نتي ما نشتيش بنتك تقول تعملي ديجاج. اي علاش؟ اسال روحك اخي ما نكمل فلوسي، اخي ما بعت عليك بلالتي، بعت الدندونات، بعث لي عمي 200 وبعث لي 150 وبعث لي 100، ما خليت ما عملت معاك بنتي يا اخي لحمي ودمي اللي عملت معاك. انت ما عملتش مع خواتك وطردني اخي ما تكمل فلوسي، علاه تعمل معايا هكا؟ شنو الذنب اللي عملته لك؟ وريهولي. من بعد هذاك شنو اللي صار؟ بعد هذاك درتي ولا تنشف اخواتك حتى مات بوك وشديتي ضربوك، انت تو تنشف اخواتك عليا. عليه انا جيت فهمني عليه، اقنعني.
اقنعني ها قدام قداش من بشر في تونس مصلي على النبي، اقنعني علاش تعمل معايا هكا؟ عليه انت بكرتي، انت بكرتي، انت بكرتي، ان ما عندي حد، انت امي، انس اختي، سلوى صاحبتي، محمد بابا وخويا، عليه ما عندي حد، راكم عيني، راكم عيني للربيع في الدنيا، عليه هكا يا نجيت، عليه انت الكبير، انت بكرتي، عليه شنو الذنب اللي عملته لك فصحني بيه؟ كان خطر عندي حتى ذنب، تعرف شنو السبب تهلبوها ضربوها؟ ما لقيت جيت تقول لي يا امي ما راهو بابا قال له كان تقعد في راني قد كي ما قتلت روح نقتل 10 وتحملت هذاك وقلت كان نجيب موتي من طرف سامي مش مشكله، ما نسلمش في الطفله، تعرفي لوستك مشيش كيش كي بيتي بيها، علاش تجري في جرتي انا تعملي في اخواتك عليا؟ عليه عليه ربما ربي اش مازال من عمري 21 61 سنه اش مازال من عمري؟ علاه تخلي فيك مقهوره في الشارع نتنهد الرد مراه مع بنتها نتنهد مقهوره؟ عليه عليه رفما ربي انا جيت رفما ربي رفما عقاب في القبر وفي الاخره، حرام عليك اللي قاعد تعمل فيه معايا، عليه ضربني ومشيت شكيت بيه وجهي كله بالمسبس عاده ازرق فحمه، مشيت عملت تصويره فوتوكوبي نحاتهم قلت كي تكبر بنت نوريها لبوها اش عمل فيا، نحاتهم لي مستوشي. عليه عليه راه ماكش صغيره راك عندك الظلايا انا جيت راه يربي يمهر ولا يهمل، انا لهنا جبتك للتوب راهو. انا نحب نفهم حاجه، انا جيت شبيك ترعش شبيك خايفه؟ ما فهمتش كلمه على صبي تني الرعش على اعصابك، انت منيش على اعصابك؟ انطق انطق خرج من قلبك احكي احكي يا مدام احكي بقلي ليه احكي جميل دونك انت تنرفز تني الرعش بي انت تو منرفزه معناتها اي كلمه نرفزه من امك يا نجاتي الوضع راه مش طبيعي ما يستقيمش هكا المفروض انت في بلاصه الام انت جايه تطلب في السماح من المراه هذه هل يعقل انه المراه جايه باش تقول لك معناتها راك بنتي وراه مش معقول اللي صار اللي عملته لي وعملته لي وعملته لي وانت تقول هذا كله ما صارش صار ولا ما صارش فما حاجات صارت صحيح بيه لا الحاجات اللي صارت واللي هي خايبه قدام الناس شنو نعملوا ما نعتذروا قلت لها سامحني ورجعنا فما حتى شيء اي عندناش بريود تو حكيت انا واختي فما حتى شيء حكيت معاها موضوع كبرت اختي طورت في اختي الصغيره هذيا علاش اختك كبرت في الموضوع شنو هو الموضوع اللي كبر شنو الموضوع اللي كبر مصلحتها حاجه في مصلحتها نحكي الحاجه واعمل هكا واعمل هكا مع امها حكيت فارغ مشيت حنشت امي ميساجات بعثتهم لي السي علي ما نحكي لكش قلت خليها تحكي شمني فيها خليها تحكي تهدد فيا بتجيني للخدمه تهدد فيا بتجيني للمكتب بنتي قلت شمني فيها خليها تحكي على اعصابي نخدم في خدمتي على اعصابي خاطر انت بتحبش التوب توب من شنو؟ شنو باش نتوب؟ انا وصلت شكيت بك المحكمة وعيطت لك رئيسة المحكمة هاي وش قالت لك؟ قالت لي ابعد على امك امك مش منظومة منك تخرج ما تقوليش وانت تخرج ما تقوليش نتاع شناي نقعد متحايرة عليه عليه انت الكبيرة انت تربي معايا خويتك انت الكبيرة انت اللي تعملوا انت خويتك فسدتيهم في جرتك انت فسدتي العيلة في ميلة الناس الكل وما لقري ما تكلمتش الغريقو قال الراجل من فوق لفوق قاعده نحكي راني حاجه خاصه بيني انا وياك بي تولينا نجمو نلقاو حل ولا ما نجموش اش طالبه انت يا جميله طالبه تهدي انا امها راني امها مانيش مرت بوها هي مرت البو تحسن لها باش تبدا بيا معاك انا امها ماذا بيا اللي تربي وخواتها وترجع المياه لمجاريها وتقول كلمه طيبه على امها امها ما عادش فيها اما خي الموت موت راضي عليك ولا موت مش راضي عليك خير فاختاري اش رايك معبوكه باش تعاود هي بيت هي بيت شنو هو المعبوك اللي باش تعاود هي تعاود تجي وتشكي وتحكي وتقول انا ما عملت وانت تعاود تضرب وتسب وتهين وتطرد ما ضربتني هي على راسي المريض على راسي ضربتني نضربك نضربك نزيدها نضربك ونضرب عليك نهار اخر تهز امك شويتني على راسي انا مريضه يا سيدي على راسي تشويني ندور عليها يا علي نهارتها الطفله تخرج فيا وبنتها كريت بنتك باش تعيط وتصيح خلجتها بنتها خلجتها راني كنت راري ظني قشعر هبلتني خطفت العصا وضربتها صحيح تضرب تشدني هي
تاكد تروجني مالقري راتني كيفاش مريضه بظهري منحوح من القروش من جرت بوها نهز ندخل في شقير السيمي باش ما يتسرقوش. امك كنت كنا ممثلين بفاتن حمامه صوتها ما يتسمعش والله يا علي ورسك انت العزيز. اختك شبيها قبيله انت موجوده استدعيتك انت تتكلم. اختك جيت لهنا على الراس والعين ما عندهاش حق تتكلم في الكوليس. ما تعمليش تشويش لهنا وتعمل لي فوضى هون. هذا استوديو تحب تتكلم الا ما ناديلها وقت اللي نعيط لها تجي تتفضل مرحبا بها. هذا النظام نظام الاستوديو معناته انتم الكل ضيف. اشنو هي الحل يا لله؟ عندي حتى حل سهل. شبيك مأيسة دي شبيك فما حاجه ساكتين عليها؟ انا ما فهمتش. انت ساكته وامك ساكته ساكتين على شنو؟ الله اعلم الله اعلم. مش تحكيوا لي ولا ما كنتش باش تحكيوا؟ انا قلت لك يا علينا تتهدى وتريد وتربي خواتها وترجع خواتها. بعيد عليها هي في دار تتكلم. انت شبيك ساكته انت؟ انا في دار وهي في دار وبنتها الوحيده اللي وحيده معانا تعمر فيها بعيده قصتنا معاها. ليش كل وحده في دار؟ هي ما تحبش تسكن معانا في دار بابا. استنى انت المفروض تلمدوا امكم وتسكنوا معاها وتعيشوا معاها. ليه ما تسكنش معاهم يا علي اخويا؟ يا وليدي نار الله انوقدت يا علي تهزني للنار. اش فما؟ ليه ما يتصلحوش ولا ما يتصلحوها؟ ما يتصلحوش من شنو؟ ليه انا كاني مش امهم كاني مرت بوهم انا مش امهم. لا مقدرين علي يقول لك حاجه من الاخر من الاخر لا يخافوا عليا ولا يخافوا مني. الأهم حاجة في ما بين الأم وولادها اللي يخافوا مني يخافوا عليا. فما حلقة فارغة خارجة شوية علي من إيش؟ من الغش تحليلات سكانيل وكل والحسب ما حاسين الطبة اللي فيها عندي لحمة في راسي وفي بيلهم يا علي وبيقي بالمشاكل. قلت خلي تموت خلي تجيها سنقطر شمتي سيرلها. أختك اسمها إيناس. إيناس بسميها العيروت خطر عملت فينا حبيبة. يا إيناس تفضل ادخل. أهلا إيناس. أنا نخدم وأنت تشوش عليا غادي. والله ما تكلمت. هاي تحية كبيرة له. لنا مرحبا بيك. إيناس أنا معمل عليك. العمل على ربي بإذن الله. خلينا نفضوا الموضوع هذا. أي. تفضل. شنو حكايتكم مع أمكم؟ ما حبوش يحكيوا لي زوز. شبيك جمال؟ يا معلم شبيك جمال قلت لها؟ يا شومي يا عمي جماعتين انتين نطيبوا في المحشي ولا مطبقة في دار بابا يا أمي؟ ما فماش جمعة تعديوها رايضين يا أمي. صليتش على النبي يا أمي؟ يعني انتي آخر الطوب جيت لعندي ما نقول لك؟ اي هذي معي لا قلبها معبي قلبها معبي. أما خي هو ولا المحكمة؟ سمح ما كليتش الضرب؟ شو؟ ما ضربتش؟ شكون؟ يا سيدي دزيتها رحمة بابا دزيتها دزيتها ضربتني على راسي بالعصا. يبدي برا ضربتك على راسك بالعصا دزا والله على كتفها يا علي من كثر ما عجبتني. يعني يا أمي أنت معانا وقت اللي هي يا أمي يا أمي يا أمي لا إله إلا الله. طيب أنت لغزرتي وأنت جايبك على أولادك نهارين في الشر. أنت جايبك أحسن وقت أختي أختي أنت جايبك البيت أختي 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 أختك ونسك بها عايشك عايشة أي روكها أنا معايا يا ربي إن شاء الله مع الناس الكل. شنو هي المشكلة؟ شنو هي المشكلة؟ لي أمي تقوم هكاك تخلق لك راي مشكلة قدامها نجم تلم لي الموضوع أنت الليلة أيا كان كباب لي قد أمي تعرف تخلق المشكلة كيفاش تلم الموضوع؟ اسمعني أنت باش تتكلم أنا باش نتكلم. شو طلبت منها جيت باش أنت درت عليها الدور هذايا يا أم؟ شو طلبت منها؟ اللي هي تضمنك في باش تاخذ انت دار تضمنك هي مشاريع في اختك كما كنت كما مشيت لها مره للدار نلقاها شاريه سطل تحط فيك اللي يبقى بتاع المقارونه والكسكسي لها بقديه هذه مش اختي تعملها امي نغره مني صحيح علي عندها مطلب عندي من عام 2002 انا تكتبت ايش عند زهايمر تكلموا بالقوي خلنا نسمع قالوا عندها زهايمر انا حسب الله رب الوكيل حسب رايكم الاولاد يرات يركبت يرجيكم السهايمه ان شاء الله ما نظلمش الجيكم السهايمه يا مدام ما نظلمش صغيري ما يجينيش. تصور بابا مات عنده 3 شهور يا سي علي شوف انت توا ساعات كي يجبد لك واحد على امك انت شو تحس؟ اقسم بالله الله يرحمها في الدار شو انت قديه مشوي على امك نهار الفرق نتاع بابا انا عمومات ما فماش فمك الرب سبحانه اللي جابنا احلى من ظهر وقفنا الباب نهار الفرق بعد الفرق بليله جت امي للدار الضحك اللي ضحكت وامي في دار بابا تحكي بجدك عليا بتقوى اللي هكا لا انا قلنا يا امي يغزر العبيد يا امي مراعاة المشروع قتلي امي شامته لحظه يا مدام يا جميله جميله لحظه غزرت امي قتلي شامته في شكون في بابا كي توفى ونعمل وكيل حسبي الله ونعم الوكيل يا امي يغزر لي هاي ما بقيتش يا انس انت ما كذبتيش
انت لقيت ماكش داري موت ما فيهاش الشميطه زي يوم ليك يوم عليك. قالت ذكر محمد الله يرحمها هو السابق وحنا لاحقين. انا غير شمت في بوك ميت ميت ها هكا بوك راه بولا بول بنات راه شو مرحمنيش بول بنات راه مرتبوم يا علي مرتبوم انا اليوم عندي ميت تفكر باش نخاطر ميلك قعدت اليوم يا جميل 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 عيد ميلاد بنتك تكذب 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 قلت قيلوني قيلوني وبعدوني تكذب انت ناس احترمي نفسك ناس احترمي نفسك هنقول لك العباد تعرفك وجيرين تعرفك والعباد يعرفك احنا ما جيناش تبارك وبوك تشراوه توا انت ما كنت تتمني ولا في الموت على الاقل خلي يا امي على الاقل خلي الجمعه اللي خلي ماء اللي باش يموت فيها حتى وقت باش يموت لا حول ولا قوه الا بالله بشويه جميل بابا احنا ما جيناش باش نتعاركوا راه خليها تحكي مش من حولها ايناس هذه الامور يا تتضاوبوا مسميهم قبال لاجينا باش نصلح عرست على صغر سني طلقت ما عندها ما تخسر ما عندها ما نخسر راجل بخيت وذكوره طيطه طفله عندي يا بنتي يا بنتي كيفاش تعرف تشوف هذا ذا للولد ولا الولد يا بنتي يا سكسي يا بنتي بابا 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 تفكرنيش احنا صغار تفكرنيش كي عرسنا ولادي اربع صغار ما يعرفوش عزيزهم كان عرفت لي مات في التصوير اخزري لي خلينا باش نرحموا عليه. شوفي انت ست اليوم 37 سنه وانا خلينا باش نرحموا انت ايش عملت لي انت 37 سنه جبتيني عندي ما نقول لك عليك شبيها عندي ما نقول يا شومي عليك جبتك عندك ما نقول شبيها عندي ما نقول أمي شبيك 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 جمول عشمي مش بيه لا مانيش نيامك يا اختي ما بيناتنا راهو ننقل من دار بابا مانيش نيامك مانيش نيامك مانيش نيامك جرحوني نجات وينيس أباب حتى كان هي غالطة السماح يا ولدي مسامي جبينه وتسكت لا بيه بي لا شو انا نكلم فيك البارح يا امي مانيش نيامك يا بنتي يا بنتي باهي الله اعلم بابا جابني وعطاني اعطاني اسمح لي باهي قلت لي امك كيفاش بابا ياخذك انت كيفاش انت امي جميله يا بابا امان ما تكلمش يا جميله انت ما شيء فطق نطق يا خوتي البارح ناكلوا مع بعضنا واليوم جايبنا عندي ما نقول لك يا جميله شنو بابا ماني قلت لك انا نحبها تتهدى ما عاد في ما مازال قال المراه 61 سنه مانيش نقل حتى عمري في حجره لا اعلم من وقتها تحب تلم خواتها تربي خواتها وتجيب ترد الطريق المستقيم واحنا وين عايشين تلم فمها نجات وتهز وتجيب في الكلام ياسر تلم فمها الكلام مش تنقص صوت يا مسكينه نجات بربي دقيقه والله نجات مسكينه انا نتكلم بالكلمه غطيها الكرش في المصرف الكرش يتعاركوا يا ما بالك اخوات قيل وقال انت عم مترزق انت عم تعقل مش عليا انا مش بيك بس في عندي ما نقول لك انت لطف شبيك يا خيط تو شبيك جاي من عندي ما نقول لك ويا محلقه في عندي ما نقول لك قاعده في عندي ما نقول لك يا قاعده في عندي ما نقول لك اسكت تصدمت جايه من الغادي ونسمع امي يا بنتي اسكت تصدمت راني سي علي باهي ايش خنصلحوا توا ونلموا الموضوع اش تحب باهي باهي هي ايش تحبي منها تلم خواتها ما نحبكمش يزي خيوط الضوء يزي حشم على رويحكم صرفتي خيوط الضوء ولاد وليدي هيك علاش قبيله ضرب لي الضوء هنا خويا اي بو مسميهم خيوط الضوء اللي باهي شبه الديدي ردد على راسها طبعك يا جميلة شبيك تبدلت يا جميلة جميلة كانت عاقلة ودميعات على عينيها ونحب نسامح أولادي تبدلت تخلفت عم داخل يا جميلة انت بتاع قبيلة ولا نحكي مسبح انت بتاع قبيلة ولا بشوي انت بتاع قبيلة ولا اسمح كيفاش تعمل ماكش نفسي بشوي ما نعطيليش شوش تحكي يغص ها؟ مش تحب أسمعني أنا ماني ساكنة في دار بابا اللوطة يجي خذ وقتينا بنغص تحكي شو أنا نجيتكم عندكم علي يرحم بابا ما خليلي يا أمي علي عايدت لهم يرحم بابا ما خليلي يرحم بابا ما خليلي علاش عايدت لهم يا جميل يا أمي نقص نجيت من القيل والقال نقص من القيل والقال ما عادش نجيت مسكينة قتلي ما عادش جيت يا أمي ما عادش كي قابلت جليلة قتلها أمي تكرهني على خاطر ما حبيتش ندير لها الورق بتاع وهي خاتي مش هذيك الهضرة جميل أبابا يا نجيت نقص من القيل والقال نجيت قتلي انت ظهر فيك فهم الحكايه ماهيش ايش يوقفوا بحذاي اقف يا جميل لا ما تحلش كان كمراء والله لم يحلش رحمه بابا هذاك اللي يجينا هكا قتلها ليه هي جميله بابا بابا اليوم عندي ما اقول لك غدوه
ان شاء الله في المحكمه. انت تحب تخابر يا العكري قتلك يشوم يا امي حتى من الكلام في فيه رزانه امي طبيعه عمتك بالضبط تصرف انت تصرفت يا امي لا شنو مع شكون كنت تحكي يا جميله جميله مع شكون كنت تحكي يا جميله قولي مع شكون تحكي مع الحاج كل شغلتنا شغلتنا جميلة والله نحبك كي برشا يا علي إيه والله شكنت تقولوا الحاجة كنت تحلل ردوها الخطرة علي ما. ها نعم مام تفضل يزب الماسك سلطانة نعم شنية أمي طاوة خرّوح وليدي نهاري ما ريتهمش لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي هاي يا جميلة جميلة فرصة جميلة اسكت والله ليه متخبى في قبره يا علي علي إيناس هذيك ولدها جابته الاولاني بكرها جاب خلاها ميت مات وخلاها ولا في كرشها لان يعني وانا فاقده فكورة علي ما تصورش في البيت عيني الروح نتاعي ما تخليش يجيني شوف مش معقول جميل أباب اي عاد اي علي صابره انا اللي يعطيني ربي انا راضي به شوف نجاة وإيناس خلينا نعطي التصويرة باهية للناس عمرها هذه أمكم حتى ولو عملت اللي ما يتعملش حتى ولو أنت لا 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 ما عملنا شيء لا نجاة أعطيني أمي أعطيني جار وصلنا ساعة أعطيني جار ماناش وقت باش نتحاسب إي أعطيني جار قدام هو سفينة يا أمي أعطينا حد نعطي إحنا لقدرك أعطينا نهار أمك نحسد على وجهك من وحدي من أنت بنية من قبل ما تعرسي شوي عملتيهولي تحكي ما تغلطت جميلة بابا وسكت وعمر ما وقفتك جميلة تحب تتسامح مع بناتك ولا ما تحبش إيه ولا جاوبني جميلة بيه اي شو بعد عمر طويل يا ايناس ويا نجاة والله تبدأوا تاكلوا في صوابعكم على خاطر امكم تبدأ مش موجودة والله اسألني انا مجرد انا امي توفيت مثلا كنت نتمنى نقعد معها اكثر مي ما نجمتش الله غالب ذاك هو القضاء والقدر بروفيتيو منها الدنيا هذية حتى كيما هي امكم انكم حتى ولو غلطت ولا ما غلطتش ولا لامت ولا ما لامتش صغير يحمل الكبير وما رضا الله إلا برضا الوالدين ما عملنا شيء إيه بيه شنية المشكلة ما عملنا شيء إيه بيه شنية المشكلة أعطيني سبب أمي تيجي تشيل هنا أعطيني سبب شنو السبب جاي تحب تراكم وتتسامح معاكم يا هاي سبب أمي تجيل الدار يا بهاي جيت لهنا غلطت في الدار جيت لهوني يا ربي سيدي يا هي غلطت في الدار شنو هي كاري تخوها نمره قديش يا ربي يا 28 غلطت خذت 19 تزلتيك هاي هنا هاي الدار اخوي والله به يا لبها وتحفون والله سويدي ليكم لا حول ولا قوه بالله فما التصويرة تو قاعدة موجودة باش نسأل سؤال باش نقول لكم يفتح هذا الستار على أمكم إياكم ثم إياكم تقولوا لا علي إياكم تقولوا لا تعرفوا علاش خاطر غدو باش تشتاقوا تصويرتها المرة هذه غدو باش تشتاقوا تصويرتها غدو باش تقولوا يا ريت أمنا زادت معانا ساعة ولا ساعتين ولا شهر ولا شهرين ولا عام ولا عام ما تخزرش لأختك برشا أي زيد ليه انت عندكم صغار ولا بارك الله عندي أربعة ربيت ليش نهار ما تبكيش شلتنيش واحد فيهم نهار حتى مرة نفستينيس كل بنات حتى مرة كبرتيهم مش الأربع عندي 14 سنة ولا 11 سنة والتسعة سنين ولا 4 سنين حتى مرة شكون شال ولادي حتى مرة وحدي حتى مرة قولي انت شبيك حكي يا الله ونعمل وكل فيك يا إيناس نبدأ صفحة جديدة نعطيه فرصة أخرى للرواح حبيبها بالروح لدارنا يفتح الستار يفتح يا سي علي خروكو يفتح يا سي علي لا هي المعنية بالأرض وليدي لحظة أنا بنت حكس مشاكل نعبد بعثنوهم ما كل شيء نجيب لحظة سوالي لي يبرا يا صبرة تهدي. جميلة يا أخي فما حاجة غادي في بالي شبيها يا عم علي علي يا نولو
شغلي. اش فما عمالي؟ مش فما علي من علي مش خارجة. ما يقول لها تسكت يا عمالي. جميل ما تكلم حتى كلمة. نجد سوالي لي جميلة. لحظة سوالي لي. يفتح هذا الستار تعطيه فرصة لروحكم. يفتح هذا الستار قدام أمك. أي أسمع كيما الصغير يتلام كيما الوالدين يتلام. لا أكيد يتلام. أعطيني أمي سبب يا أمي. أعطيني سبب. ما باش تحيرها توا. باش تعاود تحيرها أنت. أعطيني سبب. علاش تخوف فيها أنت؟ سيبها. ما رقدناش البيت. سيبها مش نرقدوا. مادام مع جميلة لن ترى النوم. مش حتقدر تغمض عينيك مع جميلة. يا جميلة. يا عايشك يا غالي. يفتح هذا الستار نعم أم لا؟ يفتح الستار. عرفتوها دستور. سلطانة جميلة. راك انت سلطانة. والله سلطانة. عايشك يا غالي. تطلعش انت عاملة فيهم. والله تقعد سلطانة. عايشك يا غالي. الله غالي. الله يعليك. اقربوا شوية. تقعد سلطانة. باهي شوف. طاح الكف على ظل ولا بالحق. والله ما فما شيء. نجيب. لا فما شيء. فما شيء. انا تتزمت تدخلها بنتي هنا. طلعت جميلة في كل مكان. هاي قالت لخطة. هاي قالت لخطة. لا لا لا. هاي مش معقول. هاي روحوا بمكم. ربي روحوا بمكم يزي. وي. روحوا بمكم. هز هز هز. هاي روح بها. تحية كبيرة جميلة. أنا عندي ما نقول لك ولات تتعبني بالحق. تعبني وفي جرة عندي ما نقول لك معناتها نقعد نخمم في الحكايات هذوما الغدوة والبعد غدوة وساعات دكار نحلم بيهم. والله أقسم بالله قسما بالله فما 20-30 كا كل ليلة راهو كل ليلة هما في راسي. نرقد 6-7 هما تو جميلة هذه حبة لها جماعة ولا حبة لها جماعة والله. هكذا نتم مشاهدينا الكرام الى نهايه هذا العدد من برنامج عندي ما نقول لك نلتقي ان شاء الله يوم الخميس يوم الجمعه عفوا القادم. صباح الخير.